هذا وأكد محافظ البنك المركزي أن البنك الإفريقي للتنمية يدعم دول القارة لمواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته للمشروعات الصديقة للبيئة. ولعلكم تشاركونني الرأي في أن تحقيق الطموحات التنموية إنما يؤكد على أهمية الدور المنوط بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة، وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الإفريقي الذي يلعب دورا محوريا لتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص. وهو الأمر الذي يفرض ضرورة النظر إلى إيجاد آليات وأدوات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات، سعيا إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل.